بتنظيم من اللجان الشبابية في حزب الميثاق الوطني أقيمت وقفة تضامنية في نادي يرموك البقعة. ارتأينا أن نأتي إلى هنا لرمزية المكان ولنقف مع أهلنا في كل محافظات المملكة الأردنية الهاشمية حتى نناصر الشعب الفلسطيني في الظلم الكبير الذي يتعرض له والجرائم التي ترتكب بحقه من قبل العدوان الإسرائيلي. نقف جميعا في هذه المراحل مع دولتنا ومع جلالة سيدنا في مسعاه للحفاظ على مقدرات الأمة وفي الحفاظ على أرواح الشعب الفلسطيني وفي حقه في الغذاء والدواء والحياة الكريمة وتقرير المصير. هذه الوقفة انطلاقا من الشعور العربي الأردني اتجاه القضية الفلسطينية، هذه القضية الأساسية الرئيسية التي لطالما تحدث عنها جلالة الملك عبد الله الثاني أطال الله في عمره، وطالما نبه إلى هذه الكوارث التي تحدث من جرائم حرب من الكيان الصهيوني، حيث دائما وجه إلى أن الحل لهذه القضية هو حل الدولتين. وجاءت هذه الوقفة على ضوء أحداث غزة والعدوان الجائر والتنكيل المفجع من قوات الاحتلال. أتت لتثبت بالدم بالروح نفديك يا غزة، لأنها غزة العزة والتي أعادت جزءا من كرامة الأمة في عمليتها طوفان الأقصى ضد المحتل الغاصب. قصفوا ناس موجودين بمستشفى بتلقوا العلاج، لساتهم قاعدين أغلبهم جرحى تحت العمليات، غير الأطباء غير المسعفين كلهم بالنهاية استشهدوا. وتجمع نحو 10,000 متظاهر أردني بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان للتعبير عن غضبهم بعد مقتل المئات مساء الثلاثاء في قصف على مستشفى في مدينة غزة. الشعب الأردني كله وحد على أنه نصرة لأخواننا في غزة ضد العدو الصهيوني وأمريكا والغرب. ما منروح من هون إلا تكون وقف الحرب في غزة، غير هيك ما منطلع من هون. احنا اليوم واقفين هون لأن وصل صوتنا لأخواتنا الفلسطينيين في غزة وفلسطين، فرجينا إنه إحنا معهم وإحنا مجتمع ونحن ما بنصير يعني ما بنرضى اللي بيصير في غزة ولا رح نسكت عليه أبدا. ورفع المشاركون العلمين الأردني والفلسطيني، ونظم الوقفة فعاليات حزبية وشبابية في منطقة الرابية غرب عمان.